هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده فلوج مختلف، فلوج السعاده، فلوج يعني مش عارفه ايه ده، عايزه اعمل كده في مناخيري. اوكي، فلوج السعاده يا جماعه. انا مسافره. بصوا، السفرية دي انا بخطط لها بقالي كتير قوي. انا داخلة في 3 اسابيع بخطط للسفرية دي، ولغاية دلوقتي انا مش مصدقة ان انا هسافر، لاني انا هسافر لوحدي، مش معايا محمد ولا معايا فهد. ايه رأيكم في الصورة دي؟ حلوة قوي. الصورة دي في بنوتة على انستجرام هي اللي عملتها لي، هحط لكم لينك صفحتها تحت في الديسكربشن بوكس. بتبيع الحاجات دي، يعني تعمل لك بورتري. بصراحة بتعمل حاجات حلوة قوي، هحط لكم الصفحة بتاعتها. المهم نرجع لموضوعنا، ان انا مسافرة من غير فهد ولا محمد. وطبعا طبعا طبعا اصلا من اول ما تعرض عليا السفرية من الاساس، لان انا مش طالعة لوحدي، يعني بقى نيجي في الكلام بعدين، بس اول ما تعرض عليا السفرية في الاساس انا عارفة خلاص الموضوع منتهي، ان محمد مش هيوافق. خلصانة يعني. انا محمد، انا مسافرة، لا مش عايز تسافري، لا مش هتسافري لوحدي، خلاص نقعد في البيت يعني عادي. فما تعرض عليا كنت رايحة كده متوجسة، ودخلت عليه بقول لك ايه يا حموشة، انا عايز اسافر. هتسافري فين؟ هسافر في تيت، اقول لكم بعدين برضو. قعد كده شوية، اعاد النظر، خد وقت، طول حبة، بعد كده قال لي اوكي. انا ايه ايه ايه، مش مصدق نفسي انا، مش مصدق نفسي انا، مش مصدق نفسي انا. لا ثواني، وهزه كده، انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس يا محمد؟ والف وارجع، يا ابني انت تمام؟ يا ابني انت اوكي؟ انا قلت برضو ممكن يكون الفاكسين مقصر ولا حاجه، لانه خد التطعيم، ف يا عم اسيبه يوم والتاني. يا ابني ها هحجز طيران يلا اكيد. غريبه انه موافق، بس قال لي ظبطي بس ان حد يجي يقعد بفهد، فكانت الاكيد ماما يعني. فعرضت على ماما، ماما حبيبتي ينفع تاخدي كده يومين وتيجي تقعدي فهد ومش عارفه ايه؟ اه يا حبيبتي مفيش مشكله، اجي اقعد بيه. التعابة والحلاوة دي اقسم بالله، انتوا مالكوا فيكوا ايه وبتاع. فالصراحة كنت قلقانة قوي من اللي حواليا، وقلت لا يمكن تكون السفرية متسهلة كده. لا 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 يمكن تكون متسهلة، اكيد في بلوة جاية في الطريق اكيد يعني. فالمهم ايه، هو محمد وافق وخلاص، ماما تمام. فقلت اكيد بقى البلوة هتيجي من عند ابني بقى، فابني بقى اكيد هيبهدلني لما اجي اسافر. فانا قلت اعمل فيها ام مثالية واجيب فهد واقعد اتكلم معايا، لان طبيعي يبقى فاهم الوضع يعني. فرحت جايباه، فودي ماما بقول لك يا حبيبي، ماما كمان 10 ايام هتسافر شغل كده، لازم نقوله شغل طبعا، لازم يكون في مبرر صحي للموضوع يعني. فماما هتسافر كده بعد 10 ايام شغل، ينفع ماما تجيب ناني تقعد معاك؟ قال لي سكت كده شويه، فراح قال لي ايه، اوكي. مع الف سلامه، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع الف سلامة. قلت له يعني مش هتقول انا عايز ماما بقى والكلام ده؟ قال لي ما هي ناني هتكون موجودة. ومعلومة نوت، ابني بيحب مامتي اكتر مني، يعني ماما بدل موجودة، وفاء موجودة دعاء ملهاش لازمة، عشان بس تفهموا النقطة دي. فإتس اوكي، قلت له يعني مش تيجي بالليل تعيط وتقول عايز ماما ومش عارفة ايه؟ قال لي لا لا انا هنام في حضن ناني. اوكي قلت ماشي تمام مفيش مشكله. فراح بعديها كده سكت وقال لي ايه، بس هما لو عيطوا، اللي هي مامتي وجوزي يعني، ان انا مش موجوده يعني. طفل بقى، هما لو عيطوا انا اقول لهم ما تعيطوش، ماما هتيجي بعد 4 ايام. قلت لهم جود، انت ولد شاطر جدا. المشكله بقى في الصدمه، ان انا قمت تاني يوم لقيت فهد بيصحيني بيقول لي ماما. فبقول له ايه فهد؟ بيقول لي ماما انت مش هتسافري؟ قلت له لا لسه شويه. قال لي لا يلا سافري عشان ناني تيجي. فاكتشفت ان ابني اتس اوكي، مستغني عني يعني، ما عندوش مشاكل في حته ان انا اسيبه وامشي. والموضوع ده طمني جدا، انا كنت قلقانه قوي وكنت خايفه ان هو يبقى لا عايز انام، لانه ساعه النوم ما بينامش غير في حضني. فكنت قلقانه قوي الصراحه، بس اتس اوكي، متيسره والله. طب ناقص ايه بقى، ناقص ايه؟ المهم الشركه اللي كانت هتحجز لي، انا كنت عايزه ابعت لهم فلوس او احول لهم فلوس، فكان تحويل الفلوس هيبقى عن طريق فودافون كاش تمام.
فيلا يا دعاء انزلي بقى شوفي انت محتاجه متطلبات ايه للسفريه وانزلي حولي الفلوس. نزلت احول الفلوس وداخله بقى عليها بكل شياكه وقلاقه وبديها البطاقه، طلعت بطاقتي منتهيه. انا حوشت الزهد يا ابا. اوكي بطاقتي منتهية يعني انا عايزة البطاقة، يعني محتاجة اعمل بيها حاجات كتير. تمام، عرفت بقى ان اهي اللي متيسرة ابتدت تتعصر. اهي تمام، فتمام البطاقة منتهية بقى لها شهر وانا معرفش، لان انا بستخدمش البطاقة اصلا، بس اتس اوكي اتصرفت وحولت الفلوس والكلام ده كله. بعديها بشوية خلاص اكدنا على الوقت اللي احنا حجزنا فيه، وبناء عليه حجزنا الاوتيل، يعني خلاص الاوتيل اتحجز، يلا بندور على طيران. مفيش طيران في الوقت ده. نحس اليوم وانا حلعون. يعني ايه مفيش طيران؟ انا حجزت الاوتيل حضرتك، الطيران كان موجود. لا والله مفيش طيران في الوقت ده، انتوا اجلوا السفر كام يوم كمان. ماشي ابتدت تتعثر تاني. اوكي، فاجلنا السفر. المفروض ان انا كنت سافر النهارده كان يبقى معايا السفر، اجلت السفر لغايه بكره اللي هو يوم، لا النهارده 10، السفر كان امبارح، المفروض كنت سافر امبارح. فاجلناه لغايه يوم 11. فا اوكي، وبناء على تاجيلنا لتذكره الطياره رجعنا تاني اجلنا الاوتيل. فكانت دي كل العقبات في الموضوع، ان يحصل ايه، فاهمين الحاجات دي كلها، حاجه تبوظ فتيجي تصلح حاجه، في حاجه تانية تبوظ، بس دي العقبات اللي كانت في الموضوع. فلو الفيديو ده نزل لكم فايتس اوكي، العقبات خلصت وانا سافرت. المفروض ان لو نزل لكم الفيديو ده فانا سافرت. تمام، فبس كده حلوين، دي الطلعه يعني اللي انا طلعاها او السفريه اللي انا مسافراها. اول مره اسافر من غير محمد ومن غير فهد، اول مره في حياتي اركب طياره من غيرهم، اسافر من غيرهم، اسيبهم مده، يعني عمري ما سبتهم مده كده حلوه. وممكن اكون سبت محمد بس فهد لا، فهد ما افترقش عني من يوم ما ولدته غير الفتره اللي كنت تعبانه فيها في المستشفى بس. ف ربنا يعدي السفريه على خير وانبسط ان شاء الله. واستنى لغايه دلوقتي، والله يا جماعه انا مش مصدقه ان محمد وافق، لان انا اصلا من فتره عرضت عليه ان انا عايز اسافر اسكندريه. قلت له محمد انا عايز اروح اسافر اسكندريه، اروح اقعد مع ميار كده، اسافر لميار. فلقيته بيقول لي لا. فقلت له طب لو قلت لك مثلا عايز اسافر دبي، قال لي لا عادي تروحي دبي بس ما تروحيش اسكندريه. مش فاهمه دماغه. بس كده يا حلوين، اسيبكم واجي لكم كمان شويه. يا حبايبي دلوقتي الساعة 10 بالليل وانا تقريبا خلاص حضرت الشنطة، واخدة الشارع كله معايا، مش عارفة ليه كده، يعني ده هما كام يوم يعني، بس انا بحب اخد كل حاجتي معايا، محبش يبقى ناقصني حاجة. فخلاص حضرت الشنطة، مش ناقص بس بطارية الكاميرا او الشاحن بتاع الكاميرا احطه معايا، وخلاص تقريبا كده خلصت كل حاجة. مفيش اي حاجة تانية اقولها لكم النهاردة، اشوفكم بكرة ان شاء الله، لان انا النهاردة هلكانة جدا. The next day. يا صباح الفل، صحية من الساعة 8، متخيلين انا عمري في حياتي ما عملتها ان انا اصحى بدري قوي كده، بس كان لازم لان انا لو سرحت في النوم مش هصحى ومش هلحق الطيارة والكلام ده كله. الساعة دلوقتي 10:45 او 10:15 تقريبا، المفروض اكون في المطار الساعة 11 عشان الطيارة هتطلع الساعة 12:30 في دوبك على ما نخلص الاجراءات والكلام ده كله. فيلا خليكم معايا ننزل على الطريق، محمد دلوقتي بيجهز عشان يوصلني، هنعدي نجيب قهوة وبعد كده هيروح معايا على المطار عشان يوصلني. طبعا وصار يعني ليه ندفع فلوس تاكسي وهو النهاردة اجازة نوفر يعني، فهو هيوصلني النهارده. وبس كده تعالوا كده نشوف الدنيا موديانا على فين، وزي ما قلت لكم ان الفلوج ده ليه اجزاء فترقبوا ويلا بينا. مش عارفه بفكر فعليا ان انا اغير الطرحه دي والبس طرحه لونها ابيض، مش عارفه بس هي لايقه مع المانيكير، مع المانيكير اصفر قوي، فمش عارفه الصراحه اغيرها ولا لا. خليني اسال محمد. محمد بقول لك ايه، اغير دي والبسها ابيض ولا الاصفر كويس؟ دي حلوه. حلوه؟ متاكد؟ اوكي اعتمدناها. ده الاستاذ فهودي نايم بالجلابيه. توحشني يا ماما. ايه ده صاحي؟ هتوحشيني ها؟ هتسمع كلام ناني؟ اوكي مش هتعمل شقوات؟ بحبك، انا بحبك. خلاص نام تاني. ها قد غادرت المنزل.
لأول مرة في حياتي أعملها أسافر من غيرهم. أنا مش مصدقة أصلا أنا سايباهم ومسافرة، بس اتوكي يعني أنا ليا حق على نفسي، يعني لازم أروح كده أنبسط. ولا أنتوا شايفين إيه؟ أنا شايفة كده والله. فيلا محمد راح يجيب العربية عشان يحط فيها الشنطة، لأن الشنطة تقيلة واخدة الشارع كله معايا، على أساس إن أنا فاهمين سايبة لهم البيت شهر مثلا ولا حاجة. I'm super excited. سوبر 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 اكسايتد. اي فلوج تاني في الدنيا كنت ببقى متحمسه، او لو هعمل حاجه ببقى متحمسه، بس المره دي الحماس غير، انا لوحدي. ف اوكي يا حلوين، ركبنا العربيه والاستاذ محمد مصحينه من بدري عشان يوصلني، كتر الف خيره. حاسس ايه يا محمد وانا سايباك ومسافره؟ لا واحد بس بجد. بقول لكم والله انا لغايه دلوقتي مش مصدقاه. ايه ده كويس يا ابني. قول الجمله دي تاني، عشان الجمله دي على فكره صوتها جميل قوي في ودني. بقول لك واحد بشتي. اه اه مش حق تبشتي حبيبي. شوف الكون كله هيحسدني عليك دلوقتي. الكون كله هيحسدني دلوقتي. اه جوزها سايبها تسافر لوحدها يلي وي. ربنا يستر ربنا يستر. المهم انتوا هتوحشوني يا حمد. ها ايه يا عم؟ بصوا محمد يا جماعه والله ما بينفض لي، عشان الناس تفهم غلط ان هو بينفض لي، هو مش مركز غير في الطريق. هتوحشني يا حماده. اه جميل. والله هتوحشوني قوي. وفهدود والله وحشني، ما لحقتش احضنه عشان كان نايم، بس بوستو كده على السريع يعني، ان انا ما بحبش مشاعر الوداع دي، ما بحبهاش. توحشوني والله توحشوني يا بطاطات يا بطاطات. يبقى اتغطى كويس. ها اتغطى كويس وكل كويس والنبي. ما تقلقش ماما هتغذيك، انا سايبه لهم، ماما بتاخد بالها منهم قوي الصراحه. فالمفروض دلوقتي ان احنا رايحين بقى على سيتي سنتر اجيب قهوه عشان نفوق كده، عشان يومنا طويل النهارده، واجراءات المطار اصلا بتضايقني وبتخنقني. وكلكم عارفين اصلا انا السفر بالنسبه لي يعني مش حاجه جميله، ان انا اركب طياره مش حاجه جميله يعني، بس مضطرين. محمد ما كانش هيوافق لولا موضوع الطياره ده، يعني انا لو كنت مثلا هركب باص او حاجه الموضوع كان منتهي مقفول يعني، مفيش الكلام ده، كنتش هسافر. فهو وافق بس عشان طيران، عشان امان يعني. فبس كده يلا خلينا نروح نجيب قهوه عشان اقول لكم على القهوه الجديده اللي انا بقيت بشربها، وخليت محمد عشقها هو كمان، جامده جدا. انا كنت على طول بشرب فيربي كراميل، بس جربت اللي هي الدبل شوت، اسمها دبل شوت تقريبا، جامده 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 جامده، والسكر فيها قليل قوي، فالصراحه خطيره. اتفضلي يا فندم. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. فهدي يا محمد. هو ياخد بالك يا كتاكيتي الصغننين انتوا يا قمر. اتوحشوني اول مره اسيبكم وامشي والله، اول مره. كلمت صاحبتك؟ اه كلمتها. طب ايش اكلمها على تليفوني؟ حاضر يا حبي. بنصور بنصور. هاي مسافره مع الحلوين دول. مين دول؟ مين دول؟